اهلا بكم من جديد. مسلسل جعفر العمده عامل مشاهدات كتير والناس مستنيه حلقاته كل يوم، عايزه تعرف امتى محمد رمضان هيوصل لبلال شام، هيعرف ابنه اللي تايه منه من 19 سنه امتى وازاي. صحيح، وطبعا القصه دي هي المحور الرئيسي في مسلسل جعفر العمده، والحقيقه في اشاده كبيره سواء من الجمهور او النقاد بالدور اللي بيقدمه الفنان مجدي بدر واللي بيجسد شخصيه بلال شامه مختطف ابن محمد رمضان، ولربما واخد ايضا جزء كبير وحيز كبير من احداث المسلسل. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المسلسل وعن هذا الدور وعن شخصيه بلال شامه. معانا على التليفون الفنان مجدي بدر اللي منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا استاذ مجدي. صباح النور واهلا بيك يا استاذ مصطفى، وصباح الفل يا استاذه منى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. ايه الحكايه؟ الولد فين؟ موديني الولد فين؟ لا الولد موجود، الولد موجود، واحنا كلنا عارفين دلوقتي ان ابن جعفر العمده هو سيف احمد باش، و يعني موجود. انا ما عملتش حاجه. عايش انا عايش فلوس، انا عايش فلوس. طيب احكي لنا بقى تفاصيل الدور كده، الشخصيه شامله بالمنظر اللي احنا شايفينه، بالاداء، بالمواجهات اللي عماله تحصل، بالشكل كله، عايزين نعرف الحكايه. الحكايه وما فيها ان ربنا كرمنا بورق حلو، الاستاذ محمد ثاني ومهاد طارق كانوا كاتبين حاجه جميله جدا، وشخصيات مرسومه، وطبعا اللي نفعنا كلنا كممثلين ان محمد ثاني هو المؤلف وهو المخرج، فكان بيكتب التفاصيل الشخصيه وبيكتبها وبيرسمها ومتخيلها وشايفها قدامه، فدي ساعدتنا كلنا ان الورق كامل كله، فخلتنا نوصل لمرحله بامانه ان احنا كنا متعايشين مع الورق بشكل رهيب. يعني احنا بقالنا فتره للاسف يعني المسلسلات بتتحضر قبل رمضان، يا دوبك كان رمضان جه فجاه. يعني في مسلسلات لغايه النهارده لسه بتطور وهتخلص 24 رمضان. الممثل بيبقى داخل العمل مش عارف تطورات الشخصيه هتبقى عامله ازاي، احداثها ايه، عارف طبعا بالسمع، لكن ان انت تقري وتحسيها وتقريها كده مره 10 15 مره وتبتدي تعيشي معاها وعارفه بقيه الشخصيات وتفاصيلها برضو هتعمل ايه واحداثها هتعمل ايه، ده خدمنا كتير جدا في المسلسل الحقيقه. فكان بالنسبه لي انا يعني استمتعت بيها، وكان من اسهل الشخصيات اللي الواحد نقدر نقول تعايش فيها. معقوله؟ معاها بمعنى اصح. ده حقيقي، نتيجه اولا ان ورق كامل. ثانيا كان عندي ميزه هنا او ميزه لينا كلنا في المسلسل، زي ما بقول لك كده، ان مهاد طارق ومحمد سامي هم اللي كاتبين العمل ومحمد سامي بيخرجوا، فاوريدي هو عارف تفاصيل التفاصيل بتاعت الشخصيه. يعني لما يجي يتكلم معايا في اول مره نقعد مع بعض في الكوفه يقول لي وانا بقرا وانا بكتب لا هو فعلا مكتوب حلو، المسلسل مكتوب حلو. انا برضو عايز اعرف ايه هو السبب اللي خلاك تقبل شخصيه شامه في جعفر العمده؟ الملامح زي ما كده، الممثل لما بيشوف شخصيه بيقعد يرسمها، يعني بيقول هو عامل ازاي، ردود افعاله هتبقى عامله ازاي، بيبقى عنده التكوين النفسي للشخصيه. الحقيقه يا استاذ مصطفى انا اقول لك بصراحه، يعني انا اللي شجعني ان انا اقبل الدور ده من قبل ما اقرا حتى الورق هو وجود اسم الاستاذ محمد ثاني ومحمد رمضان على الاسكريبت. يعني في ثلاث عناصر مهمين جدا في اي عمل. طبعا. شركه الانتاج ميديا هاب محمد السعدي، بطل العمل محمد رمضان، المخرج والمايسترو محمد ثاني. ده حاجه بتديك اطمئنان، يعني بتطمن ان انت على الاقل هيطلع شكلك حلو. ايوه، في ايدي امينه. يعني غير الايدي الامينه كمان، لا في حد عايز يعمل حاجه حلوه. لا هو مكتوب يعني حلو فعلا واخراجه حلو جدا، والكادرات يعني صحيح. من اسهل الشخصيات حقيقي. وفعلا ده حقيقي، من اسهل الشخصيات كانت بالنسبه لي في تحضيرها وفي تمثيلها. لان انا كان عندي المخرج هو اللي كاتب. فكان كل يعني بنشرب كل التفاصيل، يعني حتى عيوب الشخصيه بلال شامه عيوبه حببني فيها محمد ثاني. يعني انا داخل حابب العيوب بتاع بلال شامه، مش متضايق منه بالعكس. فدي اعتقد ساعدت في كل الشخصيات، سواء نرجس، سواء ثريا، سواء بلال، سواء كل الشخصيات صفصف، يعني مفيش حد تحس ان هو ايه خفيف في الشخصيه او
في حاجه ناقصاه. ده بالعكس، بالعكس تماما. طيب انا عايز اعرف بقى، انتوا بادئين تصوير من شهر 10 تقريبا، خدت وقت يا فندم؟ 12 بالتحديد. شفت انا دقيق ازاي؟ الدقه دي باينه قوي في الاحداث وفي التفاصيل بتاعه الدور، يعني لابس الدور زي ما بنقول كده باللغه الدارجه. يا ترى هتكملوا للاخر بالمنظر ده؟ يعني الاحداث هتبقى في الاخر هتفضلوا متخانقين، ولا الامور لسه مخبيه حاجات احنا لسه مش عارفينها؟ بصوا احنا مش متخانقين انا ومحمد، ده يعني جعفر العمده وبلال شامه مفيش خناقه بينهم. وبعدين حته برضو ان هو يتقال ان بلال شامه خان جعفر العمده، هو مفيش علاقه بينهم تربطهم عشان يخونوا اساسا. هو بلال شامه كشخصيه هو كان كل هدفه في الحياه عايز فلوس، يعني اي مصلحه يعني له فيها فلوس هو رايح فيها، خطف، سرقه، اي حاجه. لكن هو ما يعني بالنسبه له لا يعني جعفر العمده، هو بس نصيبه الوحش وحظه الوحش ان هو المصلحه دي جت مع جعفر العمده. جعفر العمده بس. فمن هنا بتقول الاحداث ما بين الشخصيتين. طيب بلغة الأرقام، المسلسل متصدر وعامل مشاهدات عظيمة جدا، في ردود أفعال عندك نقدر نرصدها؟ الحمد لله. يعني طبعا يعني في على مستوى الشارع الجمهور ردود فعل حلوة على أعلى مستوى. يعني تعتبر أعلى مرة الحمد لله في رد فعل، يعني بعد خطوط حمراء لعله خير إن شاء الله كان في ردود فعل حلوة، بعد عمر وسلمى دور الفادي البواب كان في ردود حلوه جدا جدا، لكن المره دي بط عليهم كلهم جعفر العمده. يعني انا دايما بقول ايه، حتى عبده موته يعني برضه كان في ردود فعل حلوه جدا على الاشول مع محمد رمضان، لكن المره دي الحقيقه كان ردود فعل مع الجمهور والشارع. ما انتش حاسس ان التاني مره مع محمد رمضان بعد عبده موتى برضه بتعمل دور بشخصيه مختلفه؟ يعني ممكن تكون الشخصيه مش عارفه بقى نقول عليها ايه، عدائيه او مصلحجيه، لتاني مره برضه مع محمد رمضان الشخصيتين مش بعاد عن بعض قوي؟ لا هو شخصيتين بعاد عن بعض جدا، سواء عبده موتى، عبده موتى كان صديقه وكان صاحبه، وهنا بقى يعني هناك خانه في عبده موتى، خانه مع اخته و اللي هي حته خيانه الصداقه، لكن هنا في جعفر العمده هو ما خانوش لان هو ما فيش حاجه تربطهم ببعض. بالنسبه لمحمد نفسه، محمد ما شاء الله يعني انا بعتبره وش التعب يعني وش خير، سواء عليا او على الزملاء اللي بيشتغلوا معاه. لان هو اولا بيديك طاقه ايجابيه في الشغل. يعني حد ملتزم جدا في مواعيده، وحد مركز جدا في تفاصيل الشخصيه اللي بيعملها، حد مريح جدا في اللوكيشن، مش بتاع مشاكل، مش بتاع طلبات، مش بتاع مصدره، بالعكس هو جاي عايز يعمل شغل، عايز كل الناس تضحي له يعني معاه. ده محمد، ده يمكن اللي بيميز محمد عن اعمال محمد ثاني ومحمد رمضان. صحيح صحيح. السلاسه اللي موجوده في المسلسل، في سواء في الكتابه او في الكادرات او في اللوح الفنيه اللي مبروزه للقاهره الاسلاميه السيده زينب والمناطق الجميله بتاعتنا، هل سبب رئيسي انها خرجت بهذا الايقاع ان هي يعني زي ما بيقولوا كده ايه مستويه ومعموله على نار هاديه، ان انكم بداتوا في شهر 10؟ بنشوف عدد كبير من المسلسلات بيخلص وقت متاخر جدا، ما بيبقاش عنده القدره على التجويد زي ما بيقولوا. بالظبط 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 يا استاذ مصطفى، ده حقيقي. عشان كده انا بقول لك العناصر العمل اللي هنا كانت كلها يعني ايه بتكمل بعض، وكلها عامله نوته موسيقيه بيقودها زي ما بقول لك المخرج محمد ثاني. يعني عندك شركه الانتاج ميديا هاب السعودي موفره كل حاجه، انت عامل ديكورات على اعلى مستوى، تاني حاره كامله في مدينه الانتاج الاعلامي. صحيح. الاضاءه انت جايب ناس، جايب الاستاذ نزار شاكر من احسن مدير الاضاءه التصوير في مصر. يعني ما فيش استرخاص في اي حاجه، كافه الممثلين اللي موجودين. لا وكادرات المسلسل لوح فنيه حقيقيه. صحيح طبعا، صعب تجمعهم كلهم في عمل واحد. ايوه. الا اذا كان من خلال شركه انتاج، ما هي اصلا عامله زي الفرقه، هي فريق، هو فعلا فريق. صحيح. نادي بيديره رئيس النادي اللي هو السعدي،
بيوظف لك كل العناصر اللي انت عشان تنجح. أيوة. تبعك رونالدو او ميسي، محمد رمضان الهداف بتاع الفرقه، ده مش معقول هيبقى اللي حواليه ما يساعدوش على انه يحقق بطوله. صحيح صحيح. العريس هم وفروا له كل حاجه. صحيح. من ديكور، اكسسوارات، اماكن تصوير، يعني حتى يعني كل حاجة. لا وفي تمثيل، في تمثيل، ما فيش حد يعني دوره واقع ولا حد بيكمل. طب يا استاذ مجدي، انا عايزك تسيب دلوقتي الدور وتيجي تقعد معانا وتمسك الريموت وتفتح واتشت وتتفرج معانا على المسلسل، وتقول لي اكتر شخصيه وانت بتتفرج هي بقى اللي انت بتتفرج وتقول يا سلام يا سلام. اكتر شخصيه؟ اكتر شخصيه لفت نظرك في المسلسل ايه؟ عايز تتابع ايه لو انت مش عارف التفاصيل؟ هتزعلي. لا لا طبعا جعفر العبده. بصي محمد رمضان بصراحه عامل شخصيه زي ما بيقولوا من ايده. وهلا صدقي فين الملكه؟ لا انا جاي لك في الدنيا مش طبيعيه. الملكه طبعا ده حاجه ثانيه. لا بس انا بتكلم على شخصيه البحوريه بتاعت الاحداث كلها اللي هي رابطه كل الشخصيات طبعا في المسلسل. اداء محمد المره دي، تفاصيله، اللزمات اللي عاملها، الحركه بتاعت الايد اللي بتحط على شعر راسه، بيلمس شعر راسه كده ويحسس على فيها نوع من، عارف انت اللي هو حد شايل جبل، شايل هموم كتير، عنده مشاكل كتير. فالتفصيله الصغيره دي انا حسيته ان هو بيطبطب على نفسه. دي صعب ان تلاقي ممثل يقدر يوصلها لك بالشكل ده. ايوه. لا محمد رمضان في المسلسل ده تفوق على نفسه. تفوق على فعلا فعلا يعني في ماتش، في ماتش تمثيل حلو. وده اللي ساعدنا كلنا الحقيقه، ان اختيار محمد سامي للعناصر العمل كلها. يعني في كيمياء الحمد لله كانت موجوده، كيمياء حلوه. بس هلا صدقي في حته واحده برضه. بص انا طبعا بقول لك على ادوار الرجالي لان انا ببقى مركز مع الرجال، لكن لو جينا الحق برضه هتلاقي مدام هلا صدقي مقدمه دور على مستوى عالي جدا، عظيم، مقدمه بطريقه لذيذه جدا. يعني عايز اقول لك مثلا لاول مره نشوف الشخصيه اللي هي القويه المسيطره الام بهذه الخفه وبهذا الاسلوب اللطيف. ده حقيقي. اللي هو انت غصب عنك انت شايف، ما تكرههاش رغم كل اللي بتعمله. انت اول ما بتظهر هي على الشاشه انت بتبتسم، انت من قبل ما هي تفتح بقها او تقول اي حاجه انت بتتهيأ اوريدي نفسيا داخليا بتبتسم. ايوه. انت ما تعرفش مش هيقول ايه بس انت مبتسم اوريدي. ايوه ايوه. بالاضافه ان معاها الستات البنات اللي يعني مي كذاب ومنى فضالي وايمان العاصي، ما شاء الله كل واحده يعني مختلفه عن الثانيه. صح. فيهم كل واحده الكاركتر بتاعها، الشخصيه بتاعتها، تفاصيلها. وده طبعا نتيجه زي ما قلت لك المايسترو محمد سامي. صحيح صحيح. اكيد. احنا استمتعنا جدا، وواضح ان احنا لسه هنستمتع اكتر واكتر ونعرف احداث اكتر لغايه اخر المسلسل. ما تستعجلوش ان جعفر العمده يلاقي بلال شامه عشان ايه؟ بلال يعني ايه شويه شويه نكمل معاه. هو قرب طبعا، هيمسكه قريب قوي. أيه. بس في احداث حلوه ان شاء الله هتعجبك. لا لا هو ايقاع المسلسل حلو، وماتش تمثيل من العيار الثقيل، وبصراحة يعني مجموعة محترفين زي ما أنت قلت يعني. جدا. حتى وتصوير وإضاءة ولوح فنية وكتابة، حاجة كده بترجعنا لمسلسلات الزمن الجميل، ليالي الحلمية، المسلسلات فعلا اللي هي زي ما تقول كده علامات يعني، أرابيسك وكده. لبنى ونس، لبنى ونس الزميلة العزيزة اللي عاملة دور فاطمة أم سيف، عاملة دور على أعلى مستوى برضه. سيد احمد فهيم اللي عامل دور اخو جعفر العمده. صحيح. احمد عبد الله، عماد صفوت، ناس كتير جدا يعني، كل الناس عندها شخصياتها على اعلى مستوى يعني. صحيح. اكيد. كل الشكر ليك، نورتنا وشرفتنا وسعداء جدا بوجودك معانا الفنان مجدي بدر، نورتنا، اهلا وسهلا بك.